بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فإذا قال الرجل أنت طالق لقد فعلت كذا، أو أنت طالق إن لم أفعله اليوم، فمضى اليوم وشك في فعله لم تطلق، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. ودليل ذلك عموم حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني رياحات في بطنه، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، يعني حتى يستيقن. فالشك لا يبطل الصلاة. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة بأن الأشياء تبقى على أصولها فلا تزول بالشك الطارئ عليها. ويعضد هذا أي يقوي هذا ما روى أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. الله عز وجل يبغض الطلاق. قوله لم يلزمه، إذا شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، دليله ما تقدم قريبا. قال الشافعي وأصحاب الرأي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وإن شك في عدده فطلقة. شك في عدد الطلاق فيعتبر طلقة واحدة وتباح له، يعني الرجوع. وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا قال لامرأتيه، رجل عنده زوجتان، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، أي التي نواها، وإلا من قرعت، أي تعمل قرعة، ومن وقع السهم عليها هي تطلق. وبه قال مالك رحمه الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: له أن يختار أيتهن شاء ويوقع عليها الطلاق. دليلنا أنه مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنهم. وأيضاً القرعة لها أصل في الكتاب والسنة كما هو معروف،
وذكرت في القرآن في موضعين، كمن طلق إحداهما بائناً ونسيها، طلق إحداهما طلق الثالثة بائناً ونسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرأت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. قال شارح الإقناع: إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة حاكم أو تكن القرعة بحاكم. وجه ذلك أن قرعة الحاكم بينهما حكم منه بالتفريق، ومجرد إقرار الزوج لا يبطل هذا الحكم. وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلان طالق، وإن كان حماماً ففلان طالق، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند، قال لزوجته وامرأة أخرى أجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت الزوجة. صريح هذه العبارة أن الأجنبية اسمها هند، وفي هذا نظر، بل الصحيح ما جاء في المقنع، فإنه قال: وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى، طلقت امرأته. وعبارة المنتهى مع شرحه هي: أو قال سلمى طالق واسمها أي امرأته والأجنبية سلمى، طلقت امرأته. وعبارة الإقناع مع شرحه كالمنتهى. وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت الزوجة، اعتباراً بالقصد دون الخطاب. وقال الشافعي رحمه الله: لا تطلق إلا أنه خاطب بالطلاق غيرها. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا. وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق، فبانت زوجته، طلقت. اختار هذه الرواية كثيرا من الأصحاب ومشى عليها في المنتهى، لأنه واجهها بصريح الطلاق. وعنه رواية أخرى: لا تطلق، وهو اختيار أبي بكر، والمفهوم من سياق صاحبي المغني والشرح، وهو اختيار صاحب الإقناع والشيخ تقي الدين رحمه الله. وظاهر صنيع صاحب الإنصاف أن هذه الرواية هي المذهب، لأنه قدمها في التفريع أي سياق الكلام. قلت: والقول بهذا أولى، لأنه لم ينوي طلاق زوجتي، والإنسان لا ينبغي أن يلزم بما لا يلتزمه، ولأن الطلاق مبغض إلى الله تعالى، محبب للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: باب الرجعة، من طلق بلا عوض زوجته مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا ونحوه
لأنكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها. فائدة: الحكم بجواز الرجعة من محاسن ديننا الكامل في نظمه وأحكامه، الصالح لكل زمان ومكان. فإذا حصل الشقاق وتنافرت القلوب جاز الطلاق لإزالة الضرر والضرار. فإذا تحسنت العلاقات وعادت المياه إلى مجاريها جاز الارتجاع، بخلاف ما هو معروف عند طوائف اليهود والنصارى. فعند النصارى لا يجوز أصلاً أي الرجوع، فعند اليهود إذا تزوجت المطلقة حرمت على مطلقها بتاتاً. فشريعتنا الإسلامية أحسن الشرائع أحكاماً وأعدلها نظاماً، وليس في شريعتنا أغلال ولا آثار ولا ضيق ولا حرج. ومع ذا وذاك فشريعتنا تتمشى مع الزمن وتطوراته، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، فيجب العمل بأحكامها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والرجعة بفتح الراء وكسرها، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعاً إعادة مطلقة غير بائن، يعني الطلاق الرجعي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، إعادة مطلقة غير بائن، يعني لا تكون الطلقة الثالثة لأنها لا رجعة بعدها. الطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية في العدة لها الرجوع، وبعد العدة بعقد وصداق من جديد. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني إذا كان الرجوع في داخل العدة قبل تمام العدة. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، يعني قد دخل بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد، فله رجعتها في عدتها. ويشترط لصحة الرجعة شروط، شروط ستة: الأول أن يكون الزوج قد دخل أو خلا بها، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة. إذا كان لم يدخل بها أو لم يختل بها وطلقها بانت منه، لا رجعة له، لأنه لم يدخل بها ولم يختل بها وطلقها فبانت منه. الشرط الثاني أن يكون ذلك في العدة، أي قبل تمام العدة. الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق. الرابع أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. الخامس أن يكون الطلاق بغير عوض، أي ليس بخلع. السادس على اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحاً وإمساكاً بمعروف. وقال الشيخ رحمه الله: وقول الشيخ وجيه، أي جيد، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا راجع ونوى الإصلاح لا الضرر. قوله: فله رجعتها في عدتها، يعني إذا كان الطلاق رجعي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإذا طلق الطلقة الأولى وقبل ما تتمم العدة راجعها فصحت الرجعة. وأما إذا تمت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. هذا بإجماع من العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا أراد بالرجوع الإصلاح. وقوله جل ذكره: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وروى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وطلاق المرأة وهي حائض محرم وعليه أن يراجعها. الطلاق وقع ولكن يحرم لأنه طلقها وهي حائض. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله والحاكم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام طلق حفصة ثم راجعها، يعني طلق رجعية بلفظ راجعت امرأتي، يقول الزوج راجعت امرأتي ونحوه، أنكحتها ونحوه، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فليراجعها. ويسن الإشهاد وهي زوجة، يسن إشهاد شاهدين عند الطلاق، أي ولا يجب على الصحيح من المذهب، لما رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجة رحمهم الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وزاد ابن ماجه: ولا تعد. فالمطلق يشهد شاهدين، وعندما يراجع إذا كان الطلاق رجعي يشهد شاهدين، ولأنها أيضا لا تفتقر إلى قبول ولم تفتقر إلى شهادة. وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله وأكثر العلماء رحمهم الله. وللشافعي رحمه الله قولان أصحهما: الاستحباب، يعني الإشهاد مستحب عند الرجعة، عند الرجوع، عند الطلاق وعند الرجوع. وحكى ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد عن الشافعي رحمه الله الوجوب، لوجوب الإشهاد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. قوله: وهي زوجة، إذا راجعها في العدة طلاق رجعي هي زوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسماه الله بعلا أي زوجا، فعليه يجوز لها أن تشرف وتتزير لزوجها، ويجوز له مباشرتها وطئها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. إذا طلق زوجته الطلقة الأولى وهي في العدة يجوز أن تتزين أمامه، فإذا رغب له أن يراجعها ويشهد شاهدين إذا كانت العدة باقية. الطلاق رجعي. وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز، وعند مالك يجوز بنية الرجعة، ويأتي ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. فلا يجوز وطئها عند الشافعي إلا بعد المراجعة، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا جامعها، يعتبر الرجوع إذا كانت في العدة وهي الطلاق رجعي، إذا جامعها يعتبرها الجماع رجوع، ولو لم ينوي على الصحيح من المذهب. وبه قال أكثر علماء السلف رحمهم الله:
كسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأكثر أصحابه رحمهم الله. وقال علي المارديني رحمه الله الشهير بابن التركماني في حاشيته على سنن البيهقي رحمه الله وفي نوادر الفقهاء رحمهم الله لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الجماع في العدة رجعة، إلا الشافعي قال ليست برجعة. وعن أحمد رحمه الله: إن نوى به الرجعة يكون رجعة. وبه قال مالك رحمه الله وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهو مذهب الشافعي رحمه الله. تنبيه: إذا قلنا الرجعة لا تحصل بالوطء وأنه لا بد من القول ثم أكرهها على الوطء، فهل يلزمه مهر أم لا؟ المقدم في المذهب لا يلزم، والقول الآخر للأصحاب يجب المهر. ولا تصح معلقة بشرط، كما لو قال: إن قدم زيد فقد راجعتك، أو إذا دخل شهر رمضان فقد راجعتك، فلا تصح الرجعة معلقة بهذا الشرط. ووجه كونها لا تصح معلقة بشرط أنه راجعها قبل أن يملك الرجعة، فأشبه الطلاق قبل النكاح، ولأنه أيضاً استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح، فكما أنه لا يجوز تعليق النكاح على شرط فكذا هنا. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، إذا طلق طلقة واحدة وحاضت ثلاث حيض والحيضة الثالثة لم تغتسل فيجوز أن يراجعها قبل أن تغتسل، فإذا اغتسلت من الطلقة الثالثة انتهت عدتها ولا يحل له الرجوع، وأما إذا راجعها قبل ما تغتسل فله رجعتها. من الأدلة على ذلك أنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وذكره البيهقي رحمه الله عن عثمان وأبي بن كعب وأبي موسى رضي الله عنهم. وقد أخرج البيهقي والطبراني رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها. فقالت المرأة: طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض انقطع عني الدم، وضعت على غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك، فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول فيها يا ابن أم عبد، يعني لقب ابن مسعود رضي الله عنه، فقلت: أراه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة، قبل ما تغتسل وراجعها تحل له، أما لو اغتسلت حرمت تمت عدتها. أراه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة، يعني قبل أن تغتسل. فقال عمر رضي الله عنه: نعم، نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، إذا تمت عدتها ولم يراجعها بانت، أي حرمت عليه، ولا بد من عقد جديد ومهر جديد إذا تمت العدة ولم يراجع، وحرمت قبل عقد جديد
هذا مما أجمع عليه بمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فبعد انقضاء العدة لا بد من شرطين: إذن الزوجة وعقد جديد، رضا الزوجة وعقد جديد إذا تمت العدة الطلاق الرجعي. وحرمت قبل عقد جديد، طلق دون ما يملك ثم راجعها، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غير أولى. وحرمت قبل عقد جديد، إذا تمت عدتها لا يجوز له إلا بعقد جديد ومهر جديد. طلق دون ما يملك ثم راجعها، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، يعني الطلاق وقع، وطئها زوج غيرها أولى. هذا قول أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، أي حتى تتم عدتها، ويتزوجها زوج غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. الطلقة الأولى باقية، فلو أنها تزوجت وطلقها زوجها الثاني ثم رجعت للأول، فالأول له سنتان، الطلقة الأولى محسوبة عليه. وذكره البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله، ومنهم مالك والشافعي رحمهم الله. فائدة: إذا ارتجع المطلق زوجته في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، يعني لم يخبرها بل راجعها وأشهد وهي لم تعلم، فاعتدت وتزوجته من أصابها، فعندنا وعند الحنفية والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله أنها للأول، زوجة الأول، والمشهور عن مالك أنها للثاني، تزوجت آخر لأنها لم تعلم بأن زوجها راجعها. فعندنا وعند الحنفية والشافعية وأكثر العلماء أنها للأول لأنه راجعها، والمشهور عن مالك أنها للثاني. دليلنا عموم ما أخرجه الترمذي رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما، كما حكاه البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره الزوج، فقولها يعتبر قولها. لقوله جل ذكره: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض والحمل. فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه، ولأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها فكان القول قولها. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما لم تسمع دعواها. امرأة حرة طلقها زوجها وادعت أنها تمت عدتها
في أقل من 29 يوما. زعمت أنها حاضت 3 حيض في أقل من 29 يوما، لم تسمع دعواها، لم يقبل قولها. وإن بدأت فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته، فقولها لقوله جل ذكره: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض والحمل. ولولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمان، ولأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها، فكان القول قولها. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الأمانة ائتمان المرأة على فرجها. ذكره عنه البيهقي رحمه الله وترجم عليه: باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة. قوله: وإن ادعته الحرة، صورة ذلك أن يطلق زوج زوجته في آخر الطهر، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر لحظة من الزمن لتعرف بها انقطاع الحيض لتخرج من العدة، ومجموع ذلك 29 يوما ولحظة، وهذا هو أقل ما يمكن. الثلاث الحيض أقل ما يمكن 29 يوما ولحظة، وذلك إذا كان المرأة تحيض يوم وليلة، تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة من الزمن لتعرف بها انقطاع الحيض لتخرج من العدة، ومجموع ذلك 29 يوما ولحظة، وهذا هو أقل ما يمكن. ومن الأدلة ما رواه البيهقي رحمه الله بسنده، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: إني طلقت امرأتي، فجاءت بعد شهرين. وفي النسخة المصرية من السنن: بعد شهر، فقالت: قد انقضت عدتي. وعند علي رضي الله عنه شريح رحمه الله، فقال علي رضي الله عنه لشريح القاضي: قل فيها. قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها، أي بشهود من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت 3 حيض، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون. قال لشريح: قالون بالرومية أصبت، يعني أصبت. قال: وإن بدأته، فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته، فقولها المقدم في المذهب أن القول قول الزوج في الثانية، فما مشى عليه في المقنع والإقناع والمنتهى. وفي الفروع وهو الأصح، وفي الإنصاف هذا المذهب. فصل: إذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني الحر يملك 3 طلقات، فإذا طلق 3 طلقات حرمت عليه حتى يطأها زوج، يعني زوج آخر في قبر ولو مراهقا، ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب، إذا كان الذكر مقطوع، مع جب في فرجها مع انتشار، وإن لم ينزل أي المني.
يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة ثم تمت عدتها وتزوجت والزوج الآخر وطئها تحل للأول إذا لم يكن حيلة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنها وعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة أي زوجها فطلقني فبت طلاقي أي الطلقة الثالثة فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هذبة الثوب يعني ذكره لا يقوم. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الثاني لا بد أن يدخل، وأما قبل الدخول إذا طلق لا تحل للأول، لا بد الزوج الآخر يدخل ويجامع ثم يطلق باختياره ويتم عدتها تحل للأول، وأما إذا لم يجامعها لا تحل للأول ولو طلقها الآخر. قوله: ولو مراهقا، في القاموس من كتب اللغة المراهق هو الذي قارب الاحتلام ولم يحتلم، يعني إذا تزوجها غلام قارب الاحتلام وجامعها. وقد صرح في الإقناع والمنتهى لأن وطأ الزوج الثاني يحلها ولو لم يبلغ 10 سنين، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله كالحنفية والشافعية رحمهم الله. وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، واشترط مالك رحمه الله أن يكون بالغا، أن يكون الزوج الثاني بالغا. دليلنا عموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وعموم الأحاديث الواردة في تحليلها للزوج الثاني، أما مجرد العقد فلا يحلها بالإجماع إلا ما روي عن سعيد بن المسيب. قوله وإن لم ينزل، يعني جامعها وإن لم ينزل المني، لعموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وعموم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتقدم، وهذا مذهب الجماهير من العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الثلاثة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إلا أن ألا إن العسيلة الجماع، الزوج الثاني لا بد أن يجامع. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيد الملكي أو المكي لم أعرفه. ولا تحل بوطء شبهة ودبر، المرأة التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة وتزوجت آخر أو جامعها رجل آخر بوطء شبهة ظنها زوجة ولم هي ليست زوجة ووطئها، فهذا وطء لا يحل للزوج الأول به الرجوع. وكذلك لو جامعها في الدبر لا تحل للأول لأنه محرم، وفعل المحرم لا يستباح به الحلال، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فلقد أجمع المسلمون على ذلك. قوله وشبهة لقوله جل شأنه: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ليس بزوج. قال: وملك يمين ونكاح فاسد، ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض،
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. يعني لو جامع ملك يمين أو جامع في نكاح فاسد أو جامع وهي حائض أو جامع وهي نفساء أو جامع وهي محرمة أو جامع وهي صائمة صيام فرض، فهذا الجماع لا يحلها للزوج الأول. قال: وتتضح هذه المسألة بما في الموطأ وسنن البيهقي رحمهم الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يطلق الأمة ثلاثة ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كانت عنده أمة مملوكة تزوجها، ثم بعدما تزوجها طلقها ثلاثا، ثم بعدما طلقها ثلاثا اشتراها، قال أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه كانت تزوجها وطلقها ثلاثا، فلا تحل إذا اشتراها حتى تنكح زوجا غيره. وترجم عليه مالك رحمه الله بقوله: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. وذكر البيهقي رحمه الله لموضع آخر عن علي رضي الله عنه بمثل ما هنا. قوله: ونكاح فاسد، أي كنكاح المحلل نكاح باطل، والشغار نكاح باطل، والمتعة نكاح باطل، فهذه الأنكحة لا تحلها للزوج الأول. والنكاح بلا ولي لا تحلها للأول ولا شهود، أي بلا ولي ولا شهود، وما ذاك إلا لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح، وبهذا القول قال أكثر العلماء رحمهم الله. قوله: ولا في حيض، لو جامعها وهي حائض لا تحل للأول، هذا المذهب، وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يحلها، وهو اختيار الموفق في المقنع والمغني وتبعه الشارح. قوله: فله نكاحها إن صدقها أنها تزوجت في غيبته وتمت عدتها. والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يقول بهذا القول فائدتان: إذا ادعت المرأة أن زوجها الثاني وطئها وأنكره فالقول قولها على الصحيح من المذهب، الثانية الفائدة الثانية. قال في التنقيح: لو جاءت امرأة حاكماً وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولا سيما إن كان الزوج يعرف واقتصر عليه في الفروع. فائدة من محاسن الدين الإسلامي: جواز الطلاق وجواز الارتجاع، فإذا تكدرت المياه وتنافرت القلوب جاز الطلاق، فإذا تحسنت العلاقات وعادت المياه إلى مجاريها جازت الرجعة، إذا كان الطلاق رجعي بخلاف ما هو معروف لعقائد اليهود والنصارى. كتاب الإيلاء. الإيلاء أن يحلف الزوج أن لا يجامع زوجته، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر،
هذا هو الإيلاء، حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. فإذا هذا من محاسن شريعتنا الحكيمة، حيث راعت حقوق المرأة في الإسلام، فلقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ترك وطئ زوجته السنة والسنتين فيدعها لا أيمن، أي بلا زوج ولا ذات زوج، فحد الله لذلك حداً هو 4 أشهر. إذا حلف أن لا يجامع تصبر 4 أشهر ثم تطالبه. ولعل من الحكم الإلهية في ذلك أن المرأة لا تصبر غالباً عن زوجها أكثر من 4 أشهر، كما صرحت به حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لعمر رضي الله عنها. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم جل جلاله. فسحقا، أي بعدا ثم سحقا وبعدا ثم بعدا لمن بخس المرأة حقها، أي ظلمها حقها. ونظيره من عرضها للفتن والدعارة والخلاعة والمجون وإلقاء جلباب الحياء، فدعا إلى مساواتها للرجل ومزاحمتها له في الدوائر الحكومية والأندية والمحاضرات ونحو ذلك. فالحكيم الله تعالى جل شأنه العالم بمصالح عباده جعل لكل صنف من بني آدم ما يلائمه ويختص به، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما حكم الإيلاء وهو محرم، وإذا فاء المولي لزمه كفارة يمين باتفاق الأئمة الأربعة. إذا حلف أن لا يجامع زوجته ثم جامعها فعليه كفارة يمين، لأنه حلف أن لا يجامعها فعليه كفارة يمين. والإيلاء لغة الحلف، وشرعا حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. ويشترط لصحة الإيلاء شروطاً 7. الأول أن يحلف على ترك الوطئ في القبل. الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر. الرابع أن يكون من زوج. الخامس أن يكون الزوج مميزاً وهو من بلغ 7 سنين. السادس أن يكون قادراً على الوطئ لا من مجبوب، أي مقطوع الذكر وأشل، أي المشلول الذي لا يتحرك. السابع أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها لا رتقاء، ليس في فرجها لحمة تمنع الجماع ونحوها. قوله وهو حلف زوج، الإيلاء لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكان أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما يقرآن يقسمون. وفي قول لابن عباس يؤلون يحلفون. وفي الصحيحين رحمهم الله واللفظ للبخاري عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أن حلف وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة غرفة 29 ثم نزل فقالوا: يا رسول الله
أليت شهرا؟ فقال الشهر 29. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: آلى حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة. رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وقال في الفتح حافظ ابن حجر في فتح الباري: رجالهم موثقون. الإلاء أن يحلف أن لا يجامع أكثر من 4 أشهر، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا حلف أن لا يقربها 4 أشهر كان موليا، فيطالب بعد 4 أشهر. ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. يصح الإلاء من كافر أي زوج كافر. قال: وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وفائدته مطالبته بعد إسلامه. وقال مالك: لا يصح، وحكم الإيلاء محرم لأنه حلف على ترك واجب. فإذا قال: والله لا وطأتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى عليه السلام، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك أعوذ بالله، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. إذا حلف بهذا فهو مول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا أي ولو كان مملوكا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، إما أن يقوم بالحقوق الزوجية أو يطلق بعد 4 أشهر. أخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفيء الجماع. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم الفيء الجماع، يعني أن يجامعها لمن لا عذر له، وإلا أمره بالطلاق. إذا أبى يأمره بالطلاق، هذا مذهب أكثر العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. والذي يأمر بالطلاق هو، وقال أبو حنيفة رحمه الله وكثير من علماء السلف: تطلق بمضي 4 أشهر. ولنا من الأدلة ما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال: قال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 4 أشهر يوقف الزوج حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني يطالب إما أن يقوم بالحقوق الزوجية وإما أن يطلق. فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، لأن الجماع في الدبر حرام. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين و12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وروى الشافعي والبيهقي والدارقطني رحمهم الله عن سليمان بن يسار رحمه الله قال: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي،
يعني إذا تم 14 يؤمر بأن يطلق، إما أن يفي وإما أن يطلق. فإن أبى طلق حاكم عليه، وهو قول مالك رحمه الله، والأظهر من قولي الشافعي رحمه الله، لما رواه البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا مضت 14 قبل أن ينكحها خيره السلطان، إما أن يفي فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق. قوله واحدة أو ثلاثة هذا المذهب. وعن أحمد رحمه الله ليس له أن يطلق أكثر من واحدة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول، الحكم حكم الإيلاء. وبه قال مالك رحمه الله، قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لا يكون موليا، وعن أحمد مثله رحمه الله. كتاب الظهار، وهو محرم، الظهار محرم. فائدة من محاسن ديننا بيان حكم الظهار وما يترتب عليه. ولقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان أهل الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقا، فجاء الشرع الحكيم فأزال آثار الجاهلية أي شدائدهم، ولكنه سماه منكرا. قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي هذا منكر كذب، ولكنه سماه منكرا وزورا وأدب فاعله، فألزمه بالكفارة فقط، ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق، لما يترتب على وجود النكاح واستدامته من المصالح الجزئية والكلية. فأبعد الله كل أمة لم تجعل الشرائع الإلهية نبراسها. فالعمل بما أوجب الله شرف في الدنيا وسعادة في الآخرة. والظهار في اللغة قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وشرعا هو ما عرفه المصنف بقوله فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو ظهار. هذا كله يعتبر ظهار. وإن قالته لزوجها فليس بظهار، أما إذا قالت المرأة لزوجها هذا ليس بظهار، وعليها كفارته. إذا قالت عليها كفارة، ويصح من كل زوجة. ويشترط لصحة الظهار شروط: الأول أن يكون من زوج، الثاني أن يكون ممن يصح طلاقه وهو المميز، الثالث أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه. قوله وهو محرم أي الظهار، وهذا بالإجماع